مشاهدينا الكرام لمناقشة خطاب وكلمة ترامب حول انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا المتخصص في الشؤون الإيرانية السيد محمد خطاب العمر. سيد عمر، مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سيد عمر. ترامب يعلن انسحابه وليس إلغاء الاتفاق، هل يمكن لترامب أن يعود إلى الاتفاق في أي وقت يشاء؟ الولايات المتحدة الأمريكية كانت شفافة بتقديم هدية إلى شاه إيران بالعام 67، هي من أعطت مفاعل للأبحاث وأول من المشاريع التي النووية التي قام بها النظام الإيراني في زمن الشاه، هي كانت عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية وعن طريق وبعدها أهدت ألمانيا من 5 إلى 7 مفاعل نووية هدية إلى إيران. طيب، لماذا هذا التسرب ولماذا هذا التغييب ولماذا هذا الوقت المحرج والبلدان العربية وخاصة التي تسيطر عليها إيران مثل العراق ولبنان الآن تخوض انتخابات، فما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها الرئيس ترامب لهذه الحكومات؟ نعم. طيب سيد محمد، ماذا بعد إلغاء أو الانسحاب من الاتفاق عفوا، ما الذي ينتظره العالم؟ هل ينتظر عقوبات كما وضح الرئيس ترامب، أم أن هناك ربما تكون مواجهات عسكرية في المستقبل المنظور؟ ماذا بعد الانسحاب من هذا الاتفاق؟ لدينا معلومات سربة من قبل الاستخبارات ومن قبل الحرس الثوري الإيراني، هو الذي قام بتسريب معلومات إلى الولايات المتحدة ومنها إلى إسرائيل بالخلاص من حكومة الملالي. حكومة الملالي بطشت في إيران وعملت ما تعمل والآن تسيطر وتهيمن على مفاصل كثيرة من العراق واليمن وسوريا ولبنان، والعالم يتطلع إلى هذه. ولكن سياسة ترامب في الوقت الحاضر مغلقة وقراراته لم يبدي بها حتى مع نظيره الرئيس الفرنسي الذي اتصل به ليعلمه ما الإجراءات، ولكنه لم يعلمه لحد هذه اللحظة سوى الخطاب الذي قبل قليل الذي أعلنه الرئيس ترامب. ولكن كان الرئيس الفرنسي على دراية بذلك. لكن على ذكر إسرائيل، ذكرتم إسرائيل، هل برأيكم كان المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو والذي كشف فيه عن كذب إيران في الملف النووي، هل كان له تأثير في تعديل القرار الأمريكي سيد خطاب؟ سيد العزيز، أمريكا هي الأولى صاحبة الشأن في العالم، وكلنا نعلم بأن إسرائيل هي البنت المدللة وإيران هي من تقوم بتهديد إسرائيل، وسبق أن كشفنا بأن هناك معلومات مسربة من قبل الاستخبارات الإيرانية حصرا والحرس الثوري الإيراني ومن ضمنهم قادة تم التكتم عليهم، وأعلنت قبل عام من الآن، أعلنها السيد الدكتور راهب المدير التنفيذي للهيئة الدولية لمقاطعة النظام الإيراني عن التقارير التي تزعم بأن هناك أسلحة دمار كامل ومفاعل نووية تقوم بها إيران، وهذا شيء كان في غاية الأهمية والآن انكشفت الأمور. سيد خطاب، ترامب قرر في هذه الكلمة إعادة فرض جميع العقوبات التي كانت مفروضة قبل التوقيع عام 2015، لكن إلى أي مدى ستؤثر هذه العقوبات على الوضع الاقتصادي الإيراني، خاصة أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال بأن إيران ستواجه بعض المشاكل لشهرين أو 3 أشهر لكنها ستتجاوز ذلك؟ سيد الفاضل، هناك معلومات وصلتني يوم أمس قبل القرار ب 24 ساعة قبل كلام الرئيس ترامب بأن التومان الإيراني قفز مساء أمس ووصل إلى 700 تومان مقابل $100، فهذا اقتصاد إيران الآن. إيران حاليا تعيش في أزمة منفردة بسبب سياستها وسياسة حكومة الملالي،
وتعيش في عزلة. حاليا إيران تعيش في عزلة لوحدها، لكنه توجد اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي أتوقع وحسب المعلومات التي لدي لن يتخلى عنها لوجود اتفاقيات داخلية وتسليحات. سيد خطاب، في قال رئيس اللجنة النووية في البرلمان مجتبى ذو النور، قال إن بلاده ستقوم بتخصيب اليورانيوم في حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق. الولايات المتحدة انسحبت رسميا من خلال الكلمة التي ألقاها قبل قليل الرئيس الأمريكي، وقال بأنه ربما ستعود إيران وتقوم بتخصيب اليورانيوم. هذا ما قاله رئيس اللجنة النووية في البرلمان، وتخصيب اليورانيوم معناها لأغراض عسكرية. هل هذا يعطي ذريعة لضرب إيران عسكريا بالتعاون مع الكيان الصهيوني؟ سيد الفاضل، أمريكا ليس لديها صديق دائم ولا ليس لديها عدو دائم، فأمام أنظاركم الرئيس السوري بشار الأسد الذي قام بضرب الشعب السوري ودمر البلاد وهدمها، والنازحين في جميع أنحاء العالم من أخوتنا السوريين، لم تقف معهم أو لم تقف عفوا ضد الرئيس أمريكا. فأمريكا صاحبة، يعني كما نقولها في العامية، صاحبة مزاج، أين مصلحتها تذهب لها. لن نستبعد، ولدينا معلومات بأن هناك أساطيل من البوارج الأمريكية مستوطنة على البحر المتوسط وقريبة من البحر الأبيض لعدة هجمات، ولكنها في الوقت الحاضر مغلقة. الرئيس الأمريكي أيضا قال: لقد تشاورنا مع حلفائنا في الشرق الأوسط بشأن التهديدات الإيرانية نتيجة سعيه لامتلاك السلاح النووي. هل تعتقد أن الرابح الأكبر من هذا الانسحاب هي دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط فقط؟ أخي العزيز الفاضل، هناك اتفاقيات سرية لن تتسرب إلى ما إلا الجزء القليل، فالخليج العربي أداة الأمرين من أمثال دولة البحرين والخليج والسعودية، والآن نلاحظ الصواريخ التي تطلق من الحوثيين على المملكة العربية السعودية والصواريخ باليستية التي تقوم بصنعها هي إيران، وكما أعلنتها المملكة السعودية وأخرجت علينا بالإعلام، وليس سرا هي من، ولكنه أمريكا الآن هي الضاغط الوحيد واللاعب الوحيد في الساحة، ونتطلع خيرا أمام حكومة الملالي. سيد خطاب، إيران يعني تعيش الآن حالة استنفار سياسي وإعلامي، وإيران ربما ستتعامل بشكل صارم مع تبعات هذا الانسحاب كما يصرح بذلك مسؤولوه، حيث يعني نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي قال إن بلاده لا تخشى فرض عقوبات اقتصادية أو شن هجوم عسكري عليها. برأيكم كيف سيكون هذا التعامل الصارم من قبل إيران تجاه الانسحاب وتبعات الانسحاب من الاتفاق النووي؟ أولا بالنسبة لسؤالك، انشقل شقين، الإيرانيين حاليا معزولين عن الشعب كحكومة، معزولة عن الشعب نهائيا، فالشعب يتطلع إلى حكومة ليس كما هي تحكمهم الآن، يتطلعون إلى قيادة تقودهم نحو المستقبل، قيادة لا تتدخل في الشؤون الخارجية للبلدان، وكما نعلم تدخلهم الآن في العراق وتدخلهم في سوريا وتدخلهم في لبنان واليمن والبلدان، وكما أعلنت كونداليزا رايس بأن إيران هي محور الشر وهي بنك الإرهاب، وهذه المعلومة لا تنطقها كونداليزا رايس عن هواء، لديها معلومات ولديهم ما يكفيهم من حجم الدمار التي تقوم به إيران باتجاه الدول. ولا ننسى مصالح أمريكا مع البلدان وخاصة الخليج العربي والدول التي تضخ النفط لمصالحها المشتركة.
على ذكر المصالح سيد عمر، تعتقد أن كلمة ترامب والذي قام بتقديمها وقام بإلقائها هذا اليوم، هل تعتقد أن كلمته ربما لها علاقة بفوز حزب الله وحركة أمل بالانتخابات اللبنانية النيابية؟ سبق أن عرجت على سؤالي سيد الفاضل. نعم، قلت له لماذا اختار تحديث في هذا الوقت الرئيس الأمريكي ترامب، ولماذا أنطق رسالته الواضحة والصريحة أمام العالم ليقول أنتم من ستدفعون الثمن لأنكم تبع لإيران. ولا ننسى هناك انتخابات في 12 من الشهر الحالي التي ستجري في العراق، وكما صرحوا الإيرانيين بأنه الرئيس الوزراء القادم هو سيكون من حصة إيران، وهذا شيء مخالف ولا يناسب أمريكا، فأمريكا هي من تسيطر على العالم ولا تطلب من شخص أن يساندها أو يشاركها في حصة الأسد، وهذه حصة وهذه غنيمة كما نعلم ونشاهد ما قدمت له بعض الدول عند حضور الرئيس ترامب لدول عربية ولا نستطيع أن نذكرها أو لا نتعرج عليها. طيب سيد خطاب، الأمين العام للأمم المتحدة أكد التمسك بالاتفاق النووي وحذر من انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، كيف تقيم موقف الأمم المتحدة من هذا الاتفاق؟ عفوا، بس السؤال غير. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أكد التمسك بالاتفاق النووي وأيضا حذر من انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، كيف يمكن تقييم الموقف الأممي من الاتفاق النووي؟ سيد العزيز، لماذا لا تتدخل الأمم المتحدة في بعض القضايا، ولماذا تدخلت في قضية وجهين إيران؟ لماذا لم تصدر قرارات ضد إيران عند تدخلها في شأن لبنان وفي شأن العراق التي دمرته من دعام 2003 وإلى يومنا هذا؟ لماذا هذه المصالح ولماذا هذا الكيد بالاغتيالين؟ وقرارات الأمم المتحدة ليس لها أي جدوى أمام الولايات المتحدة، وكلنا نعلم عندما عارضت الولايات المتحدة وطلبت ضرب العراق عام 2003 عارضت الأمم المتحدة ولكنها لم تصدر أي جدوى أمام التدخل الأمريكي، فأمريكا أكبر من القرارات كلها، عندما تتخذ قرار ليس لها رجعة وليس لها يعني لا تستمع إليهم ولا تتخذ قراراتهم إن كانت إيجابية أم سلبية، فهي من ترعى وتزعم العالم بالأجمع. إذا ما تحدثنا عن الموقف الرسمي الحكومي في بغداد، هل ستلتزم الحكومة القادمة أيا كانت بالعقوبات الأمريكية على إيران سيد خطاب؟ نعم ستلتزم، وهذا واضح من الآن، وكلنا نعلم ما الذي حصل والذي يحصل من تكاتلات و اندماجات بين الأحزاب يعني ستفرض أيضا وتصطف مع الولايات المتحدة في فرض عقوبات على إيران الحكومة القادمة أيا كانت سيد خطاب؟ سيد الفاضل، إن كانت حكومة إسلامية وحكومة تابعة لحكومة الملالي فأنا أقول لك لا، وهي ذراع أيمن، وإن كانت حكومة علمانية كما يتطلع لها الشعب العراقي ونتطلب ونترجى من الشعب العراقي أن يغير، فالتغيير قادم والتغيير بيدهم، والانتخابات هي كلنا نعلم عبارة عن أكذوبة وتشتيت الأصوات، ونلاحظ سرقة الأصوات هنا ومن هنا، وما شاء الله ما خفي كان أعظم. نعم سيد خطاب، آسف المقاطعة، ولكن في خبر عاجل وردنا الآن، الاتحاد الأوروبي عازم على المحافظة على الاتفاق النووي مع إيران، كيف تعلق على ذلك؟ قلت لك وعرشت لك سيدي الفاضل، وهناك مصالح مشتركة قديمة أقدم من قرارات الإدارة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي عازم على بقاء علاقته المتميزة لكونه خاضع إلى اتفاق خاص مع الولايات المتحدة
وإن حصل هذا فلن يقف في وجه الولايات المتحدة. طيب سيد خطاب، الاتحاد الأوروبي كما ذكرت حضرتك له مصالح في إيران وذلك من خلال الشركات المتواجدة هناك، لكن ماذا عن الموقف الصيني؟ هل سيعوض إيران اقتصاديا؟ عفوا سؤالك. الاتحاد الأوروبي كما ذكرت حضرتك هو له مصالح في إيران وذلك من خلال الشركات المتواجدة هناك، لكن ماذا عن الموقف الصيني؟ هل سيعوض إيران اقتصاديا باعتبار أن الصين متحالفة مع إيران؟ ولا ننسى الصين، إجابة على سؤالك وتكمل للسؤال الذي تطرقت به، نعم الصين هي من تحالف مع إيران وهي من تتطلع إلى إيران وهي تساعدها في التكنولوجيا وفي جميع المعلومات، والصين العدو الأشرس لأمريكا، فهي تقف ضد مصالح أمريكا لتعرف بأننا دولة عظمى أمام جميع المخططات الأمريكية. سيد خطاب روحاني قال كنا نعلم أن الإدارة الأمريكية لم ولن تلتزم بالاتفاق النووي، ماذا بعد ذلك؟ ماذا ستقوم به إيران بعد هذا الانسحاب وفرض عقوبات نووية وأيضا عقوبات اقتصادية، وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها ستفرض أعلى درجات العقوبات الاقتصادية؟ سيد العزيز، بالنسبة لروحاني يتشبك في سلة الحكم وفي السلطة ولديه حكومة الملالي، هي من التي تكون من خلفه، هي التي تقوده، فلا يهمها، يهمها أمامها هي السيطرة على البلدان العربية التي ما تستطيع أن تسيطر عليها من مخططاتها الخبيثة، وكما يسميها العرب الآن، أطلقوا تسمية على إيران هي سرطان الشر، فيجب ونطمح إلى استئصال هذا الورم الخبيث. سرطان الشر هي إيران، ونتطلع إلى تواحد وتكاتف جميع الدول العربية، ضمنها إن شاء الله يكون العراقيين بعيدين كل البعد عن الذي يحدث في الساحة الإيرانية، ولا نزاع لنا معهم، ولكنهم الخصم الوحيد الذي يدعم الإرهاب في بلدنا العزيز. المتخصص في الشؤون الإيرانية محمد خطاب العمر، كنت معنا عبر سكايب من فيينا، شكرا جزيلا لكم.